اجيب لكم العشاء يا ولاد زي ما انكم جعتوا. طب يا ماما. حاضر يا حبيبي. مامتك دي حنينة قوي، متهيألي انها بتحبك اكتر من اي ام في الدنيا ما بتحب ابنها. ليه بقى؟ كل ام في الدنيا بتحب ابنها كده. ابدا، انا امي ما بتحبنيش كده، يمكن مامتك بتحبني اكتر منها. معقولة؟ ده انا عمري ما حسيت بحنانها من يوم ما وعيت على الدنيا، وانا متهيألي انها بتكره ابويا وبتكرهني وبتكره الدنيا كلها. بسمع يا امين يا ابن غالب، ان ما كنتش هتسيب مصروف البيت قبل ما تنزل هخلي وقعتك سودة. ورحمة ابويا ناوية اروح فيك اللومات. عيب يا نفيسة، العيال صحي ورايحين المدارس، بلاش الفضايح دي قدامهم. عيال؟ عيال ايه يا راجل يا دنيا اللي ما عندكش دم ولا احساس؟ عيالك اللي صفوا دمي ومصوا شبابي؟ انت فاكرني ايه؟ جاري عندك وعند عيالك؟ قال يا مربي في غير ولدك يا بني في غير ملكك. يا وليه يا قولي يا فتاح يا عليم، ايه دخل الاولاد في الحاجات دي؟ يا شيخة حرام عليكي، دول ايتام. ايتام كنت توديهم الملجأ، هي امهم ماتت وسابت لي انا وجع القلب. عيب يا نفوسة، ومش عيب تسيب بيتك من غير مصروف؟ دلوقتي بتعرف العيب ايه؟ هناكل هوا يا نفيسة. مش كل حاجة على ايدك، وانا بحط حاجة في جيبي، ما هو كله رايح على مصاريف المدارس. واخدت ايه انا من المدارس؟ ما كانش كفاية الاعدادية؟ لازم ثانوي كمان؟ يا ست ربنا كريم، الايام بتمر وبتفوت من غير ما حد يحس، ربنا فرجه قريب. ما نشوف اخرتها، اياك يطمر. يلا يا حبايبي كلوا لقمة الاول وبعدين كملوا مذاكرة. يا حبايبي يا رب تاخد بيدهم وتجعل تعبهم بخير يا رب. زرعتي يا ولية، مد ابنك نجح. والنبي يا امين، يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. يا الله يبارك فيك يا ماما. الحمد لله، اهو خلص من الثانوية العامة وبكرة يخش الطب ويبقى دكتور قد الدنيا. طب؟ طب ايه يا امين يا ابن غالب؟ طبعا هيخش الطب، امال ايه؟ هيبطل على كده؟ لا، ابني مجدي ولد نبغه وكان نفسه يخش الطب وباذن الله هيدخل. وهتصرف عليه منين يا فالح؟ دول بيقولوا عليها كليه مصاريفها غاليه قوي، ده مش هيكفيه معاشك اللي ما بيحصلش 20 جنيه. هخلق له الفلوس خال، هبيع عفش البيت، هبيع كل حاجه، ان شاء الله بيع حتى دبله جوازنا. يا ندمت يا امين يا ابن غالب؟ انا هنت عليك للدرجه دي يا امين يا ابن غالب؟ يا لهوي. طب صلي على النبي بس يا ماما، صلي على النبي. انا في حاجه عايز اقولها لك بس يا ماما. قول يا ابني. مش بابا ساعات بيقرا لك فكره بتاعت علي امين؟ ليه؟ عايز تطلع بتاع جرايد؟ ما انت كل يوم لك تقليعه جديده. لا يا ماما، هو كتب ان في امريكا ولاد المليونيرات بيشتغلوا جرسونات عشان يعتمدوا على نفسهم ويكملوا تعليمهم. يعني ايه؟ عايز تشتغل جرسون؟ والله عال ابقى علمته وكبرت عشان يقولوا نفيسة بنت سيد ابو الوفا اللي كان اسم ابوها بيهز المديريه كلها، ابنها بيشتغل صبي قهوه. يا لهوي يا ميلة بختك يا نفيسة. يا ماما الحاجات دي كانت زمان، ثم ما فيش قصادي غير كده، يشتغل في الحكومه بالثانويه يكمل تعليمي باي شكل. انا هجيب لك الجرنان واقرا لك علي امين كاتب ايه. وانا مالي مال علي امين بتاعك ده؟ وهو ما اشتغلش جرسون ليه؟ طب والعمل دلوقتي؟ يعني بابا هيستلف تاني؟ ده لسه ما سددش اللي استلفه عشان يفك الحجز اللي علينا. يا مجدي يا ابني ما تحملش هم، ربنا فرجه قريب. جالك كلامي؟ ادي احنا فيها اهو، دبرنا بقى يا حكيم الحكمه. فلوسك يا اخويا وراحت على اولادك مصطفى وحسنين، وهو متوظف واتجوزوا كل واحد راح لحاله، وانت بتدور على مين اللي يسلفك؟ وابني انا اللي من لحمي ومن دمي عايز يشتغل صبي قهوه عشان يكمل تعليمه. طب ورحمه ابويا يا امين يا ابن غالب؟ ان ما كنت تشوف لك طريقه مع اولادك قلالات الاصل دول لاعرف انا شغلي معاهم. وبعدين يا ماما، ايه دخل مصطفى وحسنين دلوقتي؟ هو كل حاجه لازم تحشريهم فيها؟ طبعا، ما هم واكلين عقلك ومفهمينك ان امك فيها كل البلاوي. هو انت ابني؟ هو انا شدتك في بطن 9 اشهر. بس 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 بس، خلاص 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 يا ماما، هعمل اللي يريحك. حاضر يا فندم، حالا يكون عندكم، مع السلامة. السلام عليكم. أيوة، أي خدمة يا فندم؟ أيوة، أنا قريت الإعلان اللي أنتوا طالبين فيه واحد يشتغل هنا بعد الظهر. أنا طالب في كلية الطب ومحتاج أشتغل. الشغل هيكون من الساعة 5 للساعة 8. ما عنديش مانع،
طيب احنا هنجربك، هنديك 3 جنيه في الشهر. كويس. بعد ما نشوف شغلك. مفيش كلام مع الزباين. حاضر. لبسك دايما يكون نظيف، البلط الابيض طول ما انت في المحل، تتعلم لف الطلبات بسرعه وتوصلها لعربيه الزبون، فاهم؟ اهلا وسهلا سعاد هانم. ازيك يا حاج؟ ازيك انت يا مدام؟ اتفضلي يا دكتور مجدي. ايوه. تعال شوف طلبات المدام بسرعه. حاضر. اوامرك يا هانم. طلباتي مكتوبه. ألو؟ في الورقه دي عشان ما انساش حاجه. تليفوني يا دكتور مجدي. عن اذنك يا فندم. اهلا وسهلا. ألو؟ شرفتينا. ايوه. مين؟ اهلا. لا والله محاضره امبارح فاتتني. يا ريت، ما انت عارف الدكتور فكري متعالي وعايش في برج عاجي، ما عندوش يام مرحميني. طيب اشوفك بكره، مع السلامه بقى. لا مؤاخذه يا هانم، ثانيه واحده هجهز لك طلباتك. انت في طب القاهره يا ماجد؟ ايوه يا فندم. برافو. مجدي ده جدع مكافح قوي. وبتعمل ايه لما يكون عندك محاضرات بعد الظهر؟ الحاج بيساعدني دايما، بيديني اجازه في الحالات دي. ومين بيدرس لكو علم الاحياء؟ الدكتور احمد فكري. وايه رايك فيه؟ مفيش شك طبعا، هو استاذ وعالم كبير، انما بتحس ان في فاصل بينه وبين الطلبه، مش كده؟ بالظبط، هو ده اللي كنت عاوز اقوله. لكن هو حضرتك تعرفيه؟ انا حرم الدكتور فكري. انا اسف يا هانم على اللي قلته، اصل يعني الطلبه مع بعض لسانهم بيبقى طويل شويه، لكن انا ما اقصدش. انت ما قلتش حاجه ابدا، انا اللي قلت. انت اسمك ايه بالكامل؟ انا حوصي عليك، انت باين عليك شاب ممتاز. اسمي يا فندم مجدي امين غالب. متاسفه، كنت بقول لك يا ماجد. اصحابي برضو بيقولوا لي ماجد. يبقى ما غلطتش. الحاجه تحت امرك يا فندم. لا انا هشيلها. العفو يا فندم، اتفضلي. ميرسي. متشكرة قوي يا ماجد. العفو يا فندم، حصل لنا الشرف. ميرسي قوي. مع السلامة. ايه في ايه؟ امك قايمه جننتها، معرفش مين قال لها انك بتشتغل في البقاله بعد الظهر. ربنا يستر بقى. يا وجدتك يا فيزا. هي شمت العيده فيكي يا فيزا. ليه تعمل فيا كده يا ابني؟ ليه؟ خير بس يا ماما، نرفزه نفسك ليه؟ خربت ملطه. يا فضحتك اللي بجناجل يا الفيزا. يا شمت العيده فيكي يا الفيزا. وانت انت يا راجل يا قص النكد والفضايح، ابني ما يشتغلش صبي بقال ابدا، ولادك والصرمة فوق رقبتهم هم لازم يساعدوك عشان تصرف على تعليم ابني. وانا هعمل بس ايه يا نفيسه؟ احبسهم؟ تحبسهم؟ دول عايزين الشنق. وانت لو رجعت الشغلانه دي تاني انا هروح فيك اللومات، وحياتي في 60 داهيه احسن من الخلفه المهببه دي. واد انت اتكلم يا واد، انت يا واد اتكلم. أوه. يا لهوي يا فضحتك يا نفيسه، يا جرستك يا نفيسه، يا شمت العيده فيك يا نفيسه، يا جرست امك يا نفيسه. شويه معقول ده؟ بص واحد على كل الطلبه دول. الواحد صوته اتنبح، وهم ودن من طين ودن من عجين. ولا شبكات التلفزيون اللي سرحوا بينا وقالوا هيجيبوها. احسن حاجه الواحد يرتب له حنوتي يورد له جثث. كش ولا تقصير؟ الربع والباقي على سنه وربع. سميره استني. كشكولك اهو، متشكر قوي. نقلت كل اللي فاتت؟ الحقيقة مش كله، شغل بعد الظهر بياخد معظم وقتي. طب بعد محاضرات النهاردة باخده تاني. لحسن تكوني عايزة تذاكري فيه ولا حاجة.
هو انا بتاعت مذاكره من دلوقتي برضو؟ امال مذاكره اخر السنه سيبها لمين؟ دكتور مجدي امين غالب. ايوه يا عم صالح. الدكتور فكري عايزك في المكتب. دكتور فكري عايزني انا؟ انت مجدي امين غالب؟ ايوه يا فندم. قالوا لي انك طالب مجتهد، تحب تعاوني في عيادتي الخاصه في وقت فراغك بعد الظهر؟ اه قوي. انا بعمل دلوقتي بحث جديد وافتكر انك تقدر تساعدني فيه. المواعيد من 5 لـ 8. حاضر. انا هعفيك في ايام المحاضرات المسائيه، تقدر تبتدي معايا من النهارده. المرتب 6 جنيه في الشهر. يا فندم انا عاجز عن الشكر. مع السلامه. على فكرة أنا ما أحبش التأخير في المواعيد. لا مؤاخذة يا فندم. تعال يا ماجد. افتكر تعيد الكشف تاني بكره على السلايدز. في حاجه غلط يا دكتور؟ ايوه. حاضر. معلش، اول يوم في اي شغل دايما بيحصل كده. على فكره يا ماجد، انت معزوم عندنا على الغدا يوم الخميس. ده شرف كبير يا فندم. سيادتك عايزني في حاجه يا دكتور؟ لا، تقدر تروح. تصبحوا على خير. مع السلامه. مع السلامه. دادي مش يلا نروح بقى؟ لا معلش، أنا هفضل هنا شوية. طيب، بس ما تأخرش. تفضلي. أنت ساكن فين يا ماجد؟ أنا يا فندم ساكن في السيدة زينب. يبقى تعالى معايا أوصلك. العفو يا فندم. تعالى بس، عايز أدردش معاك في السكة. أنا مش ممكن هنسى الجميل ده طول عمري. حضرتك أنقذتيني من أكبر مشكلة في حياتي. أنا حتى طلبت حضرتك في التليفون عشان أشكرك. إمتى؟ محدش قالي. أصل أنا قفلت السماعة بعد ما طلبت النمرة على طول. ليه؟ خفت أزعج حضرتك. بالعكس، أنت تطلبني في أي وقت، وتأكد إن أنا هكون سعيدة جدا. بيتهيألي تفتح الإزاز اللي جنبك أحسن يا ماجد. حاضر. أنا عارفة أكرة الإزاز دي دمها تقيل قوي. الجو النهارده ربيع خالص، أنا بموت في الربيع. وترى أنت كمان بتحب الربيع؟ آه طبعًا بحبه قوي. والطبيعة بتبقى جميلة والحياة بتبقى حلوة. عارف يا ماجد، أنا رأيي دايماً إن الإنسان يعيش حياته، يتمتع بكل دقيقة فيها، يخلق صداقات حواليه، يعمل أسرة سعيدة. تفتكري حضرتك ممكن الواحد يخلق السعادة في بيته؟ طبعاً، بالحب والتضحية كل شيء ممكن. وعمايله ايه بس؟ في ايه؟ قوم يا اخويا شوف في ايه. قوم. مش عارفه اروح منك. ام ابنك فين؟ سخطوني. السلام عليكم. ادخل يا فالح. وعليكم السلام يا ابني. كنت بتذاكر ولا بتبيع جبنه وزيتون؟ كنت بكتشف ميكروبات، كنت بركب عربيات، كنت في شارع الربيع. ايه يا واد الهلوسه دي؟ رد عليا، كنت فين؟ خلاص يا ستي ارتاحي، سبت البقاله واشتغلت مساعد دكتور. اش اش، الف مبروك. يا رب يا ابني اعيش واشوفك دكتور. بس بلاش كلام فارغ، انت بتصدق كذبه؟ مين يا واد الست اللي انا شايفاك نزلت من جنبها في العربيه دي يا واد؟
ست؟ اه انا؟ هو في ستات بتسوق عربيات؟ ده الدكتور اللي انا بشتغل معاه هو اللي موصلني. يعني يا واد اكذب عينيا يا واد؟ طب حضر لنا العشاء بقى لحسن انا ميت من الجوع وعندي مذاكره. معلش يعني هتروح مني فين؟ بكره الميات كدب الغطاس. بطلي بقى سين وجيم كل ما تشوفي خلقته. الطريقه دي دلوقتي ما تنفعش مع العيال. انت ما بتسمعيش الراديو؟ يو ده ابني، ان ما كنتش اخاف على ابني اخاف على مين؟ مش بالشكل ده، لازم نحسسه ان احنا اصحابه مش مخبرين عليه. يا حسن نحن بس اي خدمة؟ سعاد هانم موجودة من فضلك؟ حضرتك الدكتور ماجد بيه؟ بيه؟ ايوة انا. اتفضل اتفضل. طيب طيب خبري هلا. الدكتور ماجد بيه. اهلا اتفضل يا دكتور. اهلا اهلا يا مرحبا اتفضل. الان مستنياك يا فندم اتفضل زمانه جاي. يا ماجد اهلا. اتاخرت ليه؟ اصل الحقيقه يا فندم اتلخبطت شويه في العنوان. اتفضل استريح انت هنا في بيتك. سيجاره؟ متشكر ما بدخنش. احسن. ازاي الصحه يا فندم وازاي الدكتور فكري؟ الحمد لله. الحقيقه فكري عنده شغل كتير النهارده هيتغدى بره. اتفضل. متشكر. هيعجبك قوي عصير الطماطم انا عاملاه بايديا. يبقى لازم يكون حلو يا فندم. انما ايه الشياكه دي كلها؟ ده لازم بنات الكليه بيموتوا فيه. ابدا والله يا فندم انا في حالي كل هم المحاضرات والمذاكره. وناوي تتخصص في ايه؟ أنا الحقيقة بفضل أمراض بطنة وجراحة. وعامل إيه في مشكلة الكتب؟ أهو بشتري اللي بقدر عليه والكتب الغالية قوي بنتشارك فيها ونستلفها من بعض. بس أفتكر في أساتذة بتطبع كتب على حسابها وبيدوها للطلبة مجانا. فعلا يا فندم ويا ريت كلهم يعملوا كده عشان سعادتك عارفة إن سعادتي؟ إيه ده يا ماجد؟ أنت مش عايزنا نبقى أصحاب ولا إيه؟ اعتبرني زي امك واذا كنت مش عايز تكبرني زي اختك الكبيره. عندك اولاد يا سعاد هانم؟ لا. ليه؟ كنت اتمنى تكون ليا ام او اخت زي حضرتك. الغدا جاهز يا ست هان. على العموم ده موضوع لطيف قوي للمناقشه نتكلم فيه على السفره. اتفضل. اتفضلي. الله سعاد هانم مش دي صورة عبد الفتاح باشا منصور؟ ايوه المرحوم والدي كان راجل عصامي علشان كده كنت بحبه اكتر. جدي كان تاجر بسيط في الزقازيق كان بيبيع عدس وفول وما كانش ممكن ابدا يعلم ابنه بالفلوس لكن والدي كان كل سنة بياخد المجانية علشان كان بيتفوق باستمرار. وبالرغم من كده بقى وزير؟ انا بحترم والدي مش لانه كان وزير انما كان انسان عصامي ومكافح. الله يرحمه. اسم الله عليك يا بيه. معلش يا نجم ماجد بيه مش غريب. حط الاكل على السفره. متشكر.
معلش بلاش ده، اصلي ما بحبوش. ليه يا ماجد؟ ده حمام محشي هيعجبك خالص. اقول لك تعالى ناكله بايدينا احسن علشان يبقى له طعم احسن. نكمل موضوعنا. ليه بقى كنت تتمنى ان يكون لك ام زيي؟ اصلي بحس ان حضرتك فهماني من غير ما اقول ولا كلمه. الحنان اللي غمرتيني بيه من اول لحظه ما لقيتهوش من امي طول عمري. لا انت بتبالغ قوي يا ماجد. ابدا والله مش ببالغ ولا حاجه. شوفي حضرتك فخوره بجدك ازاي عشان قدر من تجاره الفول والعدس يعمل ابنه وزير. انا بقى لما اشتغلت عشان اكمل تعليمي امي كانت هتتجنن من الفضيحه. لكن اديك كملت تعليمك وبقيت شاب تفخر بيه قدام الناس. بس مش حاسه بيا خالص يا سعاد هانم. هي في وادي وانا في وادي تاني. الوقت بيفوت بسرعه قوي. دايما كده لما تبقى قاعده لطيفه. انا شخصيا مش عايز اقوم لكن معادي مع الدكتور فكري قرب. تحب تغسل وشك عشان تروح العياده فايق؟ يا ريت اكون شاكر. قوي قوي تحت امرك. اعتبر نفسك في بيتك. اتفضل. دلوقتي بقى تروح العيادة زي أحسن دكتور. أنت هتكون أحسن دكتور في مصر. أنا متشكر أوي يا سعاد هانم. أيوة الشاي يا سي مجدي. أنت مين؟ خدمتك زينة. أنت جيتي عندنا إمتى؟ النهارده العصر. ومين بقى اللي قالك ان اسمي ماجد؟ الست الكبيره. طيب يا زينه لو اي حد في البيت ضايقك يبقى قوليلي. استني يا زينه. حضرتك عاوز حاجه يا سيدي؟ استنى. خد يا زينه. من يدي ما نعدمهاش يا سي ماجد. ابقي صرحي شعرك بالمشط هيبقى حلو قوي لما تسرح. حاضر يا سيدي. زينة بنت يا زينة. معلش معلش روحي انت دلوقتي. اتفضل. هي سعاد هانم ازاي يا دكتور؟ كويس الحمد لله. اصل بقالها مدة ما بتشرفناش. ان شاء الله يكون المنع خير. هي متعوده تقضي كل سنه شهر في العزبه. ترجع بالسلامه ان شاء الله. سيادتك عايزني؟ لا متشكر. تكون أحسن دكتور في مصر.
الله يخرب بيتك. ايوه ماما. واحدة ست عايزاك بره اسمها سعاد. سعاد هانم؟ دي مرات الدكتور فكري اللي بشتغل عنده في العيادة. لا يا شيخ. طب بس روحي اقعدي معاها لغاية ما اكمل لبسي. طيب يا اخويا طيب. اسمعي خلي البت زينب تعمل لها كوباية شربات لغاية ما اجي. زينب مشيناها. ليه؟ بت مش عاجباني مش على بعضها. خفت لا تجيب لنا نصيبة. طيب روحي بس اقعدي معاها ما يصحش تسيبيها لوحدها. طيب يا اخويا ما تتلهوكش. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ما كانش فيه داعي تكلفي نفسك كده. الحقيقه انا جايه مخصوص عشان اهني بنجاح ماجد. يبارك فيكي وتسلم رجليكي. ربنا عالم بحالنا. اهلا اهلا يا فندم. مبروك يا ماجد. الله يبارك فيكي. عبال بكالوريوس بس على شرط لازم تطلع الاول ان شاء الله. والله عمرنا ما هننسى فضل حضرتك ابدا. ده ماجد دايما يشكر فيكي ويقول ادي النسوان ولا بلاش. دي مفاجأة سعيدة جدا يا فندم. حضرتك شرفتينا. أنا زعلانة منك. لا والله أنا فكرت كتير أطلب حضرتك في العزبة ما كنتش عارف نمرة التليفون. كنت سألت فكري. الحقيقة اتكسفت. وأصل حضرتك عارفة جرى إيه يا ماما؟ مش تعملي كوباية شربات لسعاد هانم؟ أيوه يقطعني يا ابني نسيت. عن إذنك يا أستاذ هانم. اتفضلي يا فندم. هو فكري ما قالكش إن أنا سألت عليك مرتين في العيادة؟ حضرتك سألتي عليا؟ محدش قال لي. غريبة. ده فكري قال لي إنك مش موجود. أنا ما غبتش ولا يوم. ده حتى أيام الامتحان ما عرضش عليا إجازة. والحقيقة أنا ما رضيتش أطلب. معلش. أنت هتتأخر على العيادة. تعالى معايا أوصلك. والشربات؟ يبقى لي عندك كوباية شربات. اتفضلي. شوفي يا أختي الولية وعمايلها. بلاش. أنا الحقيقة مش قادر أفهم الدكتور فكري أبدا. مش عارف ليه دايما بيتجاهلني. فكري في حياته راجل طيب بيدير عليا جدا وبيثق فيا جدا. هو حاسس بالفراغ اللي أنا عايشة فيه عشان ما عنديش أولاد. وعارف إن أنا بعوض عطفة الأم بمعرفتي بيك. حضرتك إنسانة حساسة وأنا سعيد وفخور جدا إنك بتعتبريني ابنك. انت طبعا عرفت انه فكري مسافر اوروبا عشان يحضر مؤتمر طب هناك. لا ما عرفتش الحقيقه ما قاليش حاجه. المهم لازم تكون موجود معانا يوم الجمعه عشان نوصله سوا المطار. انا طلعت لك شويه كتب من مكتبه فكري. لازم تتعود تقرا كتير يا ماجد عشان تبقى دكتور ناجح. خد. الله انت لسه زعلان يا اخي؟ قلت لك هي طريقته كده. ده ولا سال فيا خالص ولا عمل اي اعتبار اني رحت اوصله. ده حتى لما جه يمشي سلم على حضرتك ولا بصليش. معلش عشان خاطري اضحك. ايوه كده
انا ما احبش ابني يبوظ ابدا. ابنك انا؟ ايوه ابني اللي هفخر بيه لما يبقى دكتور قد الدنيا. تعالى بقى نعمل عشان بنفسنا لحسن انا مت من الجوع. يا انا اسف دخت شويه، اصل دي اول مره في حياتي ادوق فيها البيره. على مهلك. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عدد. مساء الخير يا ماما. قول صباح الخير. كنت فين لحد دلوقت؟ ابدا كنت بذاكر مع واحد صاحبي. واللي بيذاكر يرجع وشه مخطوف وعينيه زايغه بالشكل ده؟ فهمني كنت فين. على مهلك شويه يا نفيسه، مش كده؟ ما تقول لها يا ابني كنت فين وريح نفسك وريحها. يا ناس يا هو بذاكر بذاكر، هو انا عيل صغير؟ هي المره الملعب دي اللي مطيره عقله. خش وراه قرره قبل الواد ما يضيع. الواد مش حمل النسوان اللي من نوع ده. ما حبكتش دلوقتي يا نفيسه، الواد جاي تعبان، سيبيه يستريح وبعدين انا هتكلم معاه. انا هنزل اصلي الفجر دلوقتي وبعدين يحلها ربنا. يا رب يا رب اكفي شر الشيطان، انت عالم باللي في قلبي. يا رب يا رب. مالك يا ابني؟ في حاجة مضايقاك؟ لا أبدا يا بابا، أنا بس يعني مفيش حاجة. يا ابني ده أنت بقالك كام يوم مش زي عوايدك، ما تحكيلي، ده أنا صاحبك. أبدا مشغول شوية في المذاكرة وشغل العيادة. هو الدكتور فكري لسه مرجعش من السفر؟ لا لسه شوية، يعني فاضل له يجي شهر كده. بابا أنا بفكر أسيب الشغل في العيادة. إيه إيه؟ ليه يا ابني؟ إيه اللي حصل؟ حاجات كتير يا بابا مضايقاني. طيب احكي لي يا ابني، يمكن اقدر اساعدك بمخ اللي على قده. يا ريت يا بابا. يا دكتور مجدي. يا ريت. يا دكتور مجدي. ايوه عم شوقي، تليفون لحضرتك يا دكتور. حاضر جاي حالا. مش كل الطرق يلبسوا راجل ضار. جاي حالا يا فندم. العهد قوم يا دكتور عشان ده صوت يرد الروح. الو صلصه النبي عم شوقي. الو انا حبيت اطمن عليك. لا النهارده مفيش خروج خالص، تنام شويه وبعدين تقوم تذاكر، وبكره انا عازمك على العشاء. لا معلش مش هقدر. هايد على الحساب. نعم ونام يا عبد الشكر، توطي الراديو شويه. وجب يغلى. ايوه اصل بكره ان شاء الله هيجي لنا ضيوف. طيب حاضر، مع السلامه. ايه ده؟ اقلام حبر ذهب؟ معقول ده؟ مش معقول. ليه؟ دكتور موهوب زيك لازم يستعمل قلم يليق بيه. ايه؟ مالك؟ ارجوكي بلاش حكاية الهدية دي، انا ما اقدرش اقبلها الا اذا كنت اقدر اجيب لك زيها. ماجد انت ليه بترفض؟ أنا إيه بالنسبة لك؟ أنتِ، أنتِ السعادة الحقيقية اللي قابلتها في حياتي. ده أنا بحسد الدكتور فكري لأنه عايش معاكي. وش عرفك إنه فكري سعيد معايا؟ اللي ما يسعدش معاكي مش ممكن يحس بالسعادة مع أي مخلوق في الدنيا. الإنسان لما بيقابل السعادة مش معناه إنه بقى سعيد.
كل حاجة في الدنيا دي يا ماجد بتقابلنا بوشين. ماجدي استنى. اهلا سميرة. مالك مستعجل كده ليه؟ اصل عندي مشوار مهم. طب بقول لك ايه، مش هتشترك في رحلة اسكندرية؟ اقول لك بكرة. اوكي باي باي. استنى، رحلة اسكندرية. رايحين على فين؟ مفاجأة. مش تقولي لي بس احنا رايحين فين؟ خد افتح افتح. عشان انا وانت بس، مفيش حد تاني. رجوع فكري من السفر لازم يبقى لنا مكان نتقابل فيه. مكلفاها قد ايه الشقة دي؟ بتدفع لها ايجار كام؟ كنت زمان بترفض هدية صغيرة تجيبها لك بحجة كرامتك، راحت فين الكرامة دي؟ انت دلوقتي بتعيش من عرق واحدة ست. كويس، انا شايف انك بتتقدم. متشكر يا دكتور على تشجيعك. انا كمان هكافئك على مجهودك، محضر لك مفاجأة. خير يا دكتور؟ انا هسفرك بره علشان تجيب نتائج الابحاث اللي اتعملت في المؤتمر اللي انا سافرت له، لاني مشغول ومش حاضر اسافر، وهي فرصة كويسة علشانك. ايه مش مبسوط؟ بالعكس يا دكتور، ده انا مبسوط قوي. مبسوطة انك هتشوف اوروبا. لازم تستغل كل دقيقة من وقتك هناك. حاضر. اوعى تنسى مصر. دي معقولة؟ هتوحشني. هتوحشيني اكتر. هبقى تايه من غيرك. اوعى تتشقى هناك. لازم تكتب لي عن كل حاجة بتعملها في كوابتك. طبعا هكتب لك كل يوم.
لأول مرة أشعر بإني افتقدت إنسان أحبه بحق. بعادك عني خلاني أحاول أحلل وجودك بالنسبة لي. اكتشفت إن أنا بحب فيك عصامية والدي، وإني بعوض معاك مشاعر الأمومة اللي أنا اتحرمت منها. ماجد، انتهز فرصة سفرك وحاول تطلع على كل شيء. الدكتور الناجح مش اللي يتخرج بتفوقه بس، إنما الاطلاع هو اللي يخليه ناجح باستمرار. وأنا عايزاك تكون أحسن دكتور في مصر. حبيبتي سعاد، وحشتيني جدا جدا. يا ترى بتعملي ايه دلوقتي؟ ممكن تكوني بتفكري فيا، ولا المدة اللي فاتت خليتك تنسيني؟ انا دايما بفكر فيكي باستمرار، وزي ما قلتلك بحس اني من غيرك تايه وضايع. لكن اقولك الحقيقة، بعدي عنك خلى الشك يسيطر على تفكيري. انا خايف يكون ليكي اصدقاء غيري كانوا يعرفوكي قبل ما اعرفك، وفضلوا يعرفوكي بعد ما عرفتك، وخايف اكتر تكوني بتقابليهم في الشقة. سعاد، ما تزعليش مني، يمكن الغربة اللي انا فيها هي اللي بتخليني اسرح في افكار سخيفة. لكن انت طلبت مني اكتبلك على كل حاجة بحسها. علي هانم، انا متاسف اني بتكلم في وقت متاخر. هي سعاد مش بايت عندك؟ معرفش، انا رجعت البيت ما لقيتهاش. طب متشكر. انا خايف يكون ليكي اصدقاء غيري كانوا يعرفوكي قبل ما اعرفك، وفضلوا يعرفوكي بعد ما عرفتك، وخايف اكتر تكوني بتقابليهم في العش بتاعنا. فيه ضيفة قاعدة بره جاية تشوفك، اسمها عليا هانم بكير. يا خبر، جات هنا؟ خليها تتفضل، دي صاحبة سعاد هانم الله يرحمها. على مهلك يا ابني، على مهلك. خليها تتفضل يا بابا. اتفضلي يا ست هانم. باقية حياتك. حياتك الباقية يا فندم. أنا صديقة المرحومة. عارف، كانت الله يرحمها دايما تكلمني عنك. اتفضلي. كانت الله يرحمها بتأتمني على كل أسرارها معاك. أظن من حقك إنك تحتفظ بجواباتك ليها، كانت شايلاهم عندي. متشكر أوي عليها هانم. اللي كان بيعذب المرحومة إنك كنت دايما بتشك فيها، وكنت فاكر انك مش الراجل الوحيد في حياتها، وهي ما كانتش عايزه تقولك على سرها. لكن لازم دلوقتي تعرف، الدكتور فكري بسبب حادثه عربيه اصيب بعجز في رجولته، للاسف ملوش علاج، وعاشت معاه سعاد زي اخته تمام لغايه معرفتك. علي هانم، في جواب ناقص مش موجود. انت لسه ما ابتديتش حياتك، ومع ذلك بتخون استاذك اللي انقذك من دكان بقالة وفتح لك بيته واستأمنك على مراته. حضرتك عارف ان المرحومة كنت بعتبرها زي امي. واللي مكتوب في الجوابات دي ينكتب برضو الام؟ ايوة، للام شبابها 7 سنين عشان محنة راجل. قصدك ايه؟
عايز تقولي؟ ولا حاجة، عايز اقول اني مش هشتغل في عيادتك بعد النهاردة. مش هتتعشى يا ابني؟ الواد الدروش بانه هيتجنن. يا ست سيبيه في حاله، كلها يومين ويرجع لطبيعته، وهي قرايه القران وحشه؟ خلي بركه ربنا تحل عليه. ايش حال ما كنتيش بتصلي وتصومي؟ ما هو اخر صايم عن الاكل ما بياكلش، ولا دقنه اللي طولت بقى قد كده ما بيحلقهاش. الله يلعنها مطرح ما راحت سعاد زفت، كلت عقل الواد في الموت والحياه. كفايه كفايه، حرام عليكي، عايزين نعيش زي بقيه الناس. بس يا واد ما تعليش صوتك عليا، الدكتورة بتاعتك دي في شبشبي. انت مفيش فايدة منك ابدا، مش عايزة تفهميني خالص. صلي على النبي يا ابني، صلي على النبي. خش انت نام دلوقتي، الوقت متأخر. خش يا ابني خش، ربنا فرجه قريب. شفت مجدي عامل ايه في نفسه؟ ايوه صحيح، ايه اللي حصل للواد ده؟ ده باين انه اتجنن. لا لسه شوي، هو داوش بس. ده تلاقي عقله خف من كتر الصم. ازيك يا مجدي؟ اهلا. ايه انت، ايه حكايتك؟ حكايتي ايه؟ مختفي ولا بتحضرش المحاضرات ومربي لي شنبك ودقنك؟ ايه انت بيت خنفس ولا ايه؟ انت عارف ان كل الطلبه بيتريقوا عليك؟ ليه؟ عشان اللي انت عامله في نفسك ده. ما تزعلش مني، انا اللي خلاني اقول لك الكلام ده احساس انك محتاج لصديق. ايوه فعلا، فاتتك محاضرات كتير. متشكر يا سميره، بس ما تاخرهاش وحياتك يا مجدي، لحسن تنجح انت واسقط انا. بكره باذن الله هرجعهولك، حصر الليله خلص نقلها. ما تزعلش مني، انا اللي خلاني اقول لك الكلام ده احساس انك محتاج لصديق. انا متشكر قوي. العفو على ايه؟ الله، انت حلقت دقنك، الف مبروك. الله يبارك فيكي. تشربي ايه؟ انا هاخد قهوه. وانا بشربها مظبوط. اتنين قهوه مظبوط وحياتك. احكي لي بقى، انت ايه حكايتك؟ عندك مشاكل؟ يعني مشاكل ماليه زي كل انواع المشاكل. ياه، ده نحمد ربنا بقى اللي ما عنديش غير زنقه الفلوس اللي ما بتخلصش دي. عايز اضرب الارض اطلع 50 جنيه تمن تذاكر رحله اسكندريه، جمعتهم من الطلبه ولا سلمتهمش للدكتور فكري. امال وديتيهم فين؟ اشتريت كتب ب20 جنيه وفاضل معايا 30. وهتعملي ايه؟ دي جريمه تبديد. لا تبديد ولا حاجه، ما تقولش هم، ربنا ما بيسيبنيش محتاجه حاجه ابدا. هو صحيح الدكتور فكري منتهز الفرصه وعمال يضايقني، لكن انا هعرف ازاي اكتمه خالص. ازاي؟ هفضحه، اللي عامل متزمت ودغري وبيمثل انه زعلان على مراته قدام الناس. انت تعرفيه كويس؟ اعرفه اعرفه، واعرف اخرب بيته كمان. هو مخلي بنت في الكليه معكسهاش. مش معقول. اصلك انت راجل طيب. يعني عكسك انت؟ يستجري عكس ابتسام وفاطمه وزينب. يمكن كدابين. شفت بعيني، محدش قال لي. وشمعنى انت معكسكيش؟ بيقول عليا بلدي، لكن انا عارفه هو بيداري خوفه مني. معاك سيجاره والنبي يا مجدي؟ لا والله انا ما بدخنش، هات لنا علبه سجاير. لا لا، هو عارف، ادينا 4 فرط يا درش. حاضر. درش ده راجل امير، انا احسن زبون عنده في السجاير الفرط. انا عارفه الحساب جمع، معلش يا درش، هتفرج عن قريب. الشكوك ممنوع والزعل مرفوع. ها؟ اي خدمه سميره. انا مستغربه ازاي انت دايما متفوق ومواظب وبتشتغل في عياده الدكتور فكري، وفجاه تهمل نفسك وتهمل الكليه بالشكل ده. انت فيك غموض غريب. ده مش رأيي بس، ده رأي كل البنات اللي هنا. الحياة قاسية وكلها أسرار. كلها أسرار آه، لكن قاسية؟ يا أخي طب أنت راجل، أمال أنا أقول إيه؟ اتفضلي يا ست سميرة. ولع يا درش ولع، على أحسن نسيت الكبريت. ياه، الوقت سرقنا، يا دوبك جري ألحق المحاضرة. اسمع، بعد المحاضرة نتقابل على محطة الأتوبيس. اهو ده يا سيدي القصر اللي عايشه فيه عيلتنا العظيمه.
احنا بقى ساكنين في الجناح العلوي جدا قوي خالص في السطوح. هعرفك على البطلة امي ومفيدة اختي، هيفرحوا بيك قوي. مفيدة دي بقى هي الملاك بتاع علي اللي ما اقدرش استغنى عنه، وهي ملاك فعلا. سميرة كلمتنا عن حضرتك كتير وقالتلنا انك اشطر واحد فيهم. ربنا يساعدكم كلكم يا ابني، دي دراسة صعبة قوي دي. سميرة يا حبة عيني ما بتهمتش ساعة واحدة. أنا عارفة بس كان لزومه إيه تحكيم رأيها على الطب ده. ماما استحملت كتير عشان أدخل كلية الطب، عشان كده بسميها البطلة. الورث الهايف اللي ورثناه عن أبويا اتفتفت على الورثة، وده إحنا عايشين على أمل نكسب قضية بيت صغير في المنصورة لينا فيه الربع بعد عمر طويل بقى إن شاء الله. تصور القضية بقالها 20 سنة ولسه. ما هو المحامي بتاعنا يا أختي لاعبي ومش نافع، بس كل يوم والتانية رايحة جاية على مكتبه. هو مين المحامي بتاعكم؟ محمود تهامي اللي في الجيزه، اصله قريبنا من بعيد وبيساعدنا في القضيه. وانما انا بدي نحول القضيه دي لمحامي تاني، اصله واد وارث ومش بتاع شغل. يا ترى افتكرت تجيبي لي الدواء يا بنتي؟ بكره باذن الله يا ماما، اصل الدكتور عبد السلام ما جاش النهارده. الدكتور عبد السلام بتاعنا؟ ايوه، بتجيله عينات دواء جديد للكبد باخدها لماما. اصله بيحبني يا سيدي. الدكتور عبد السلام؟ ايوه. ايه غريبه، ده كتب في عينيا بس 7 قصايد شعر. النبي ده انت عينيكي تستاهل 100 قصيدة. مفيدة دي اصلها الشيخة بتاعتنا. والنبي يا ابني انا قلبي انفتح لك، باين عليك ابن ناس طيبين. عقلها، انا خايفة لا يكون الاستاذ ده بيضحك عليها. ما تخافيش عليا يا روح قلبي. تعالي يا مجدي افرجك على غروب الشمس، المنظر من هنا يجنن. اهو المنظر ده الحاجة الوحيدة اللي مخلياني استحمل السكن هنا. فرجت وكنت أظنها لن تفرجوا. صحيح؟ إزاي؟ الدكتور فكري طلبني في مكتبه، رحت له. أنسة سميرة. انت ناوية تسددي المبلغ اللي عليكي امتى؟ ما فاضلش معايا غير 10 جنيه، خدوهم وقسطوا لي الباقي. احنا مش فاتحين بنك، دي فلوس الكلية. وانا اعمل ايه؟ ظروفي وحشة واضطريت اتصرف فيهم. طب ايه رأيك؟ نتعشى سوا الليلة دي ونشوف حل للموضوع ده. اسفة، العزومة المفروض تبقى بين 2 اصحاب، لكن انت بتعاملني معاملة مش ولا بد. خلاص يا ستي، ابقي رجعي الفلوس وقت ما تقدري، على أقل من مهلك. وبعدين؟ ولا قبلين، رحت له البيت وتعشيت معاه. أنا عايز أعرف كل حاجة حصلت في بيته من أول دقيقة لآخر دقيقة. وأنا معقول أخبي عنك حاجة؟ مش أنا اللي قلت لك من نفسي؟ مش كان ممكن ما أقولكش حاجة أبدا؟ طب قولي حصل إيه؟ يعني تتصور يكون حصل إيه؟ يا دكتور انا بعتبرك زي اخويا الكبير. انا طول عمري معجب دكتور فكري. الله، انا مستعد اتجوزك. سميرة، انا بقى طب اسمع بس. الله، ما انتش مكسوفه وانت بتحكي لي الكلام الفارغ ده؟ ليه بتقولي كده يا مجدي؟ ليه؟ لانك بعت التذاكر وخدت تمنهم قصاد بوسه من سعاده الدكتور، يبقى معناه ايه ده؟ بتجري في البوس؟ والنبي دمك خفيف موت وانت زعلان. انا مش زعلان ولا حاجه، دي مساله تخصك انتي وتخص سمعتك. انا مبسوطه انك بتغير عليا، لكن اوعدك يا مجدي ان ده عمره ما هيتكرر، صدقني عمره ما هيتكرر. و
الدكتور عبد السلام وقصايد الشعر اللي بيكتبها في عينيكي. عبد السلام ده عايز يتجوزني. انا طبعا ما احبش اكون عقبه قصاد جوازك. مجدي، لازم تعرف ان انا سعيده بالصداقه اللي بتربطنا من غير اي غرض. انا عمري ما بفكر انك تكون جوزي، لاني مش عايزه اخسرك. انت مجدي شيء مختلف بالنسبه لي عن كل الرجاله. اسمع، ايه رايك تعزمني على سينما وانا اعزمك على العشاء في بيتنا؟ ثانية واحدة علق على المسقعة. الله، بموت في الغنوة دي. دلوقتي من حكايه المسقعه وتعالي نقعد مع بعض شويه. انا جعانه اموت. وانا جعانه اكتر منك. مجدي تعالي يا بيضه تعالي للسعاده بالليالي، تعالي يا حلوه تعالي للسعاده بالليالي، ونعيش نغزي الاوانا مواويل لقلل الكناوي علشان امك يا ابني وهي بتنظف الاوضه وقعت منها الصوره غصب عنها. صدقني يا ابني انا كنت واقف. ايوه بقى، هي وراه وراه في الحياه والموت كمان. مش صاحبه فضل عليه يا ام مجدي؟ سعيدة يا مجدي، معلش أنا متأسفة، أصل كان لازم أجي عشان خاطر معاها حاجة مهمة جدا. أهلا وسهلا. مين؟ مين يا مجدي؟ صباح الخير يا طنط. سميرة زميلتي في الكلية. لا مؤاخذة يا طنط، أصل لازم نراجع سوا محاضرة مهمة عشان خاطر امتحان بكرة. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. يا خبر يا طنط، ده أنا ما كنتش متصورة إن الجميلة وصغيرة بالشكل ده.
ده اللي يشوفك يقول عليك اخت مجدي مش مامته. يا اختي الهي يخليك يا حبيبتي. يا سلام وذوق الجنان في شقتك. لا بقى اسمعي، انا لازم اخدك معايا وانا بشتري جهاز يا طنط. انت مخطوبه يا بنتي؟ ليه، هو مجدي ما قالش لحضرتك؟ انا مخطوبه للدكتور عبد السلام المدرس في الكليه بتاعتنا. هو مجدي بيقول لي على حاجه ابدا يا بنتي. لا مالكش حق يا مجدي. تشربي ايه يا حبيبتي؟ قهوه. مظبوط يا طنط، وحضرتك تشربي معانا عشان اشوف لك الفنجان. والنبي انا قلبي ارتاح لك. لازم تتغدي معانا عشان يبقى عيش ومال. يا ريت يا طنط، بس ما اقدرش اتاخر على ست الحبايب. يخليكي لها. اقرا. ايه الاسئله دي؟ امتحان بكره. امتحان بكره؟ معقوله؟ جبتيها منين؟ مالكش دعوه، المهم ما تضيعش وقتك الليله دي وتذاكر اجابات الاسئله دي وبس. جبتيها منين عايز اعرف؟ الدكتور فكري؟ لا لا والله. يبقى الدكتور عبد السلام. انت مالك يا اخي، المهم انك تعرف الامتحان وخلاص. لا لازم اعرف جبتيها منين. طب احلف لي انك مش هتقول لحد. والله ما هقول. ايوه الدكتور عبد السلام. خليك واقعي يا مجدي، كل الناس كده، كل واحد بيلاقي فرصه قدامه بيخطفها. انا ما احبش السرقه يا سميره. واللي حصل في بيتنا بيني وبينك ديك النهار ما كانش سرقه. والاسئله دي المهر اللي دفعه الدكتور عبد السلام. عبد السلام ما بقاش يجيب سيره الجواز خالص. امال اداك الاسئله دي ليه؟ قلت لك من اول يوم انه بيحبني. مين عارف ايه الثمن اللي دفعتيه عشان تاخدي الامتحان ده؟ سميره يو، هي مشيت ليه؟ اشربي يا نفيسة. دكتور مجدي اهلا يا ابني، اتفضل. معلش يا طنط، انا اسف اني جاي في وقت متاخر كده. مش متاخر ولا حاجه يا حبيبي، ده بيتك. اصلي كنت عايز سميره عشان اسالها على حاجه في امتحان بكره. سميره نزلت يا ابني، قالت لي ان في درس في الكتاب مش فاهماه، خطفت رجلها لحد بيت الدكتور عبد السلام يشرحه له. كنت فين؟ ابدا، فوت على بيت الدكتور عبد السلام اساله في حاجه ما لقيتوش. يا هانم انت بره بيتكم من ساعة ونص. طب بس ما سحقش، تعالى نخش جوه لحسن الناس تاخد بالها. تعالى. انا عايز افهم ازاي بتروحي بيت عبد السلام بالليل ولوحدك. مجدي، عبد السلام والدته واخواته البنات ساكنين معاه وكلهم اصحابي وبيزورونا. صحيح طبعا، لكن ده مش معناه انك تبطل غيره. انا عايزاك تفضل مشعلل على طول. عارف يا مجدي نفسي في ايه دلوقتي؟ ايه؟ احطك على صدري وغمض عيني واموت. الله يبارك فيك يا تفضل يا حبيبي. عقبالك يا بنايا، عقبالهم يا اختي يا رب. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. عقبالك يا حبيبي، عقبال حلاوتها يا اختي يا رب. صلاة النبي يا صلاة النبي. الله يبارك فيك. اتفضل يا حبيبي. عقبال بنتك بقى يا شوفها دكتوره كبيره. اتفضل يا اخويا. انتوا فين يا عم مصطفى؟ فين يا حسنين؟ ما بيشربوش يا ابني ابدا الا في المناسبات. خد يا اخويا خد. اللهم صل على النبي. وفور مبروك العبد الحسين. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كنا ناكل بسط على حساب المعلم صبحي. الف مبروك يا ست ام مجد. ما عدمكش يا اخويا. مبروك يا ابو مجد. عليك برساله. الف مبروك يا دكتور. يا نورتنا. الله يبارك فيك يا عم سبكي. الف شكر، والله ما كانش في داعي للتكليف. مفيش داعي ازاي؟ ده انت اول دكتور في شارعنا. ده انا من هنا ورايح احيا بمزاج. والله لو كنت اعرف ازغرط كنت زغرط. ازغرط انا يا اخويا. الف مبروك يا سميره. انا عايزاك تبارك لي على حاجه تانية. خير؟ انا هسافر اوروبا. اوروبا؟ ايوه، في رحله الكليه. فرصة ما تتعوضش. قبرص واليونان وإيطاليا وعشر أيام في باريس بـ30 جنيه. انتوا كسبتوا قضية البيت؟ لا، من بقيت فلوس تذاكر رحلة اسكندرية. انتي مستبيعة؟ دي مسؤولية، هترضيهم ازاي؟ أنا أول السنة نكون كسبنا قضية البيت أبقى أرده. هو بسلامة الأستاذ محمود مسافر معاكم؟
معرفش. مين الأستاذ محمود يا طنط؟ ده يا ابني المحامي اللي بيشوف لنا قضية البيت. آه، ما هو لازم بقى سميرة هتدرس معاه القضية في أوروبا. وده ينفع في القضايا ده، ده حقه يقفل مكتبه أحسن. وحضرتك موافقة إن سميرة تسافر؟ والله يا ابني سميرة اتغيرت، اللي في دماغها بتعمله. حسافر يعني حسافر؟ أنتوا دافعين حاجة من جيبكوا؟ أنت يا ابني مش غريب وهي بتسمع كلامك. عقلها ما تخليهاش تسافر. الواد المحامي ده بيضحك على عقلها ومعشمها بالجواز، لكن أنا عارفة عيلته ما ترضاش، لازم يجوزوه بنت عمه غنية زيه. يلا يا ماما. يلا يا بنتي. عن إذنك يا مجدي يا ابني، زيارة بسيطة لحد الجيران وراجعين حالا، ما تمشيش قبل ما نيجي. ها؟ حاضر. والنبي يا مجدي يا ابني ما تنساش تعقلها، سميرة طويلة وعريضة لكن هبلة وقلبها أبيض. والمحامي ده برضه عاوز يتجوزك؟ هو لسه ما وعدنيش بالجواز. امال ازاي بتضحي بسمعتك في الكليه وتتصرفي في فلوس التذاكر لمجرد انك تسافري ورا واحد ما انتش عارفه اذا كان هيتجوزك ولا لا؟ يا مجدي انت دايما بتنسى اني بقوم بدور الراجل في العيله، وان الفلوس هي العقبه الوحيده اللي قدامنا. ابويا كان بيحب امي، بيعبدها، مات وسابنا واحنا لسه عيال. عمل لها ايه الحب؟ قدرنا نحوله ذهب؟ ابدا. امي غسلت هدوم الناس عشان تربينا، ما كانت الخياطة ومرموطة أمي وشاي هم اللي دخلوني كلية الطب. ومفيدة فضلت جهلة عشان أمي ما تقدرش تعلم اتنين. احنا محتاجين للفلوس، كفاية حرمان، عايزين نلبس وناكل ونشرب زي بقية الناس. انت ما تعرفش احنا عايشين ازاي، ما تعرفش الهدوم اللي انا لابساها دي راحت للرفة كم مرة. يا سميرة انت صبرت كتير وبكرة تشتغلي وتكسبي. بكرة قبل ما اكسب تكون أمي واختي ماتوا من الجوع، وانا مش مستعده استسلم للحياه اللي بتتحداني. لازم اتحداها واخد كل فرصه قدامي والا هروح في الرجلين. وعشان كده قررت اسافر وراه. ايوه هسافر وراه ومحدش يدعوا بيا. على كل حال دي مش حاجه غريبه عليكي. اللي خلاكي تروحي للدكتور فكري بيته وتروحي للدكتور عبد السلام في بيته، يبقى سهل قوي انك تلفي ورا محمود المحامي اوروبا بحالها. انا فاهم كويس ايه اللي بيحصل بينك وبينهم كلهم. اوعى تقول كده يا مجدي، انت فاهمني غلط. اذا كنت خليتك تبصني ده لاني بحبك، لاني بحس ان عاطفي كلها ملكك. لكن انتوا كده، لما الواحده بتدي عاطفها الراجل اللي بتحبه يفتكر انها بتعمل كده مع كل واحد. سميرة انا بغير عليك يا سميرة. مجدي أرجوك تفهمني، أنت ما تقدرش تحقق لي طموحي لأنك فقير وغلبان زيي، لكن أنا بحبك، أنت حب العمر كله. اهلا. مش معقول. الحمد لله على السلامة. رجعتي امتى؟ امبارح بس. وعملت ايه بقى مع الاستاذ محمود المحامي؟ اسكت، ده طلع واد تافه. اول ما وصلنا روما سابني وبقى يبصبص لطوب الارض، حتى البنات اللي بيشتغلوا في اللوكاندا. انا اسف اني ابلغك بان اخر مهل عشان تسديد المبالغ بتاعت رحله اسكندريه زي النهارده، يعني قدامك اسبوع واحد وبعد كده مضطرين ابلغ النيابه. مين اللي قالك تبلغني الكلام ده؟ المسؤول عن الرحله
الدكتور فكري. الدكتور فكري اللي قالك كده؟ ايوه يا انسه. ما انا اديت لك مهله كفايه يا سميره، كنت فاكرك هتفهمي. معلش يا دكتور، طلعت غبيه. انا فاهمك كويس قوي، انت ساعات تحبي تعملي غبيه. طب يعني هتمديلي المهله ولا ايه؟ خلاص يا ستي، اعتبري نفسك سددت المبلغ. ازاي؟ مش فاهمه. مش بقولك ساعات تحب تعملي غبية؟ مجدي، انا هتجوز يوم الخميس الجاي. وقابلتيني ليه النهاردة؟ عشان اودعك. ومين بقى يا ترى العريس السعيد؟ الدكتور فكري. معقولة دي؟ مش ده اللي كان بيقول عليكي بلدي؟ يمكن غير رأيه ونفسه في البلدي. يعني هتعيش معاه في الفيلا بتاعته؟ الفيلا والعربية وكل حاجة. ايه، كتير عليا؟ لا ابدا، بس انا اللي اعرفه ان الدكتور فكري بيقولوا يعني انه مش صحيح. مراته اللي ماتت هي اللي كانت بتشيع عنه كده. على العموم مبروك، ربنا يسعدك. يمكن الدكتور فكري يقدر يحقق لك الحياه اللي بتحلمي بيها. انا هكون زوجه مخلصه للدكتور فكري، لكن هفضل احبك. حبي ليك مش خيانه لحد، انا بحبك غصب عني. صورة ابنك منورة المجلة ازاي؟ هو النبي يا حبيبي يا ابني، بيقولوا عنه ايه بقى؟ دول يا ستي بياخدوا رأيه في عمليات جراحية جديدة وحاجات ما نفهمش فيها. انا مش قلتلك ان ابني ده هيكون نبغة؟ ما كنتيش مصدقاني وعاوزة توظفيه بالثانوية. يا راجل، والنبي لولا قسوتي عليه ما كان نفع. قولي مين البنية الحلوة اللي متصورة جنبه دي؟ والنبي دي تنفع عروسة المجد ابني؟ دي بنت وزير يا نفيسة. يو، وماله يا اخويا؟ هو مجدي يتجوز اقل منها؟ اولا انا مش ناوي اتجوز دلوقتي، انا لسه قصادي كفاح طويل، ولما يجي وقت الجواز هختار عروسة تكون من مستوانا. طب والنبي تبطل التفكير اليوكس ده، كفاية يا اخويا اللي شفناه في عشيتنا. طب وديني لأكيد بيك الأعادي وعطوا فرحك كده، وعلى يميني حماتك مرات الوزير. يا ماما أنا ما بفكرش دلوقتي غير في الشغل. يا رب يا رب مدي في عمري واشوفه أحسن دكتور في مصر. في زيارة منزلية في مدينة المهندسين يا دكتور. خدت العنوان والتليفون؟ أيوة، 4 شارع عامر، ده قدام بيتنا تقريبا. طب اتصل بيهم وقول لهم اني هفوت بعد العياده. حاضر يا دكتور. في حد في اوضه الكشف؟ ايوه يا فندم، اتفضل.
حضرتك؟ حضرتك مين؟ أنا الدكتور. حضرتك؟ حضرتك الحكيم؟ دقيقة واحدة. لا مؤاخذة، حط فيه شوية زعل بسيطة، دقيقة واحدة. تاني يا لهوتي، اجري يا ودي عجيب، هات بصلة من المطبخ. وصل ليه؟ ما انا من الصبح عمال اقول لكم الحكيم وصل. عملت فيها ايه يا عبد ربه؟ يا خرابي يا حستي. دقيقة واحدة. لا اتفضل اتفضل. مهلبيه مهلبيه، تفوقي يا مهلبيه، خصيبك النبي تفوقي، حرام عليك يا شيخ، ده انا قلبي اتسرق. مهلبيه انت عايزاني اعمل ايه بس عشان تصالحيني؟ اطرح نفسي؟ طب ايه؟ يلا موت. ايه اللي بتعمله في نفسك ده يا سيدي؟ انا مش مهم، شوفها هي. طب شيلوها دخلوها في اي اوضه، معقول كده؟ اشتدوا معاك راح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، حول الله رب. اسم الله عليك يا حبيبتي، الف بعد الشر. بسم الله الرحمن الرحيم، اسند يا اخويا معايا. يا حول الله يا رب، ربنا يستر اللي صابك يا الف بعد الشر، ان شاء الله اللي كان السبب. ده مش راسي بس، ده انا كل فدى المهلبيه. خلاص بقى انت مهلبيه، حصل خير؟ ممكن تتفضلوا حضراتكم بقى عشان اعرف اشوف المريضه. يلا يا اخوانا، كل حي يروح لحاله عشان الحكيم يعرف يشوف شغل. طب والنبي يا اخويا خلي بالك منها، ربنا يستر بقى. لو سمحت اتفضل بره. ده انا عبد رب. برضه اتفضل. انا الحدق، ما يغركش منظري كده، انا مش فتوه، ده انا جزء. لا مؤاخذه، انا اسف. وانا كل ان انا اقعد ساكت خالص، مش هفتح بقى اهو. ألف سلام على المهلبية. لا مؤاخذة يا دكتور، مش قادر مش قادر. أمان عليك يا شيخ، تخليك حنين عليه، ولما تفوق قول لها تسامحني، وهو برضو كلمتين حلوين من كلام الدكترة فيهم الشفا. حاضر. طمنا يا دكتور. اطمن قوي، ما عندهاش حاجه. يعني لا مؤاخذه ما يلزمهاش دواء، اوبر، برشام، لبخه. هي بس اعصابها تعبانه شويه، وانا هكتب لها على دواء يهديها. ينصر دينك يا شيخ، اهي اعصابها دي سبب البلاوي كلها، كلمه واحده قرشلي تخليها تطيح في البيت زي الطبق الاعمى. لكن اميره قوي، كلمه حلوه تخليها تروق وتحلى وتبقى زي الزبده السايحه. لو حصل اي حاجه بعتولي، انا في العماره اللي قدامكم على الناصيه. اتفضل. ونعم الجيره. ولا مؤاخذه اسمك كريم ايه؟ مجدي امين. اجدع ناس، محسوبك عبد ربه الحدق، ملك الخرده. لا مؤاخذه يخش في استخصاصي، عربيات كهنه، لواري، مكن ميه، حتى بالعافيه الطيارات عندي كفه ماركاتها. بس انت امر. متشكرين قوي. العفو دكتور، مع الف سلام. جبنا رمشتة الدواء وجبنا كف. الله. الو. ايوه يا فندم. انا اسفه يا دكتور، مهلبيه، انا طبت خلاص، ما دام زارني احسن دكتور في مصر. بقول كده عشان انت عرفت ان انا ما عنديش حاجه، والنبي يا دكتور ما كان عندي حاجه. بس انت عصبيه شويه، وايه بقى حكايه الاطباق اللي انت بتكسريها دي؟ اهو من ده كل شهر يا دكتور، وساعات كل اسبوع حسب الاحوال. على العموم بشتري صحون مخصوص للتكسير،
وساحة الخناقة أزعق وأقول يا بيت فين صحون التكسير. لا ده انت زيارتك خطر. باين عليك انت اللي خطر. هتشرفنا امتى بإذن الله؟ أنا تحت أمرك بس انت ما عندكيش حاجة خالص. يا سيدي بلاش تزورنا بصفتك دكتور، احنا مش جيران ولا ايه؟ اذا كان بصفتي جاركم طبعا يبقى لي الشرف ان ازوركم، لكن قوليلي انت ليه كنت شاكه في التهاب المسرى الاعور؟ انا ملتهبه، ملتهبه على الاخر يا دكتور، وهلتهب اكتر النهارده الساعه 9. لا وحياتك اوعى تتاخر، 9:05 الالتهاب هيعمل انفجار وانا ماليش دعوه، تبقى انت المسؤول. مع السلامة يا دكتور. مستنياك من قبل الميعاد بساعة. بس أنا جاي في الميعاد بالظبط. وأنا أحب الراجل اللي مواعيده مظبوطة. اتفضل. أمال الأستاذ عبد ربه فين؟ الحدق سفرته اسكندرية هو والواد. ويا ترى إيه أخبار الالتهاب؟ راح طلع لفوق. ياه بسرعة كده؟ ده انت اول مره تشوفيني دلوقتي. مين قالك كده؟ انا جيت وانت تعبانه واديتك حقنه منومه وبعدين قصدك حقنه منبهه. انا متعوده عليهم، البنج ما بيأثرش فيا، اصلي سوابق مخدرات. لا متشكر ما بشربوش. اجيب لك كاس، اظن الويسكي مش عيب. ما قلتليش ايه رايك في الفستان ده؟ الحقيقه شيك قوي، يجنن عليكي. انا الليله دي حاسه اني عروسه، نفسي البس لك 20 فستان. اظن مش مصدق اني شفتك قبل كده. اولا انا حافظه وشك حته حته، ومن يوم ما سكنت قدامنا وانا بشوفك يوماتي، الصبح وانت خارج بالعربيه وبالليل وانت راجع، ويوم ما شفت صورتك في الجورنال قمت خليتهم يقولوا لي الكلام اللي مكتوب تحتها، ولما عرفت ان الدكتور قلت اعمل عندي التهاب في المصران. ولولا دبت خناقه بيني وبين الحدق كنت جيت لقيتني مستنياك. ايه رايك بقى؟ هتقول عليا ست وحشه بخون جوزي وبحب الناس من البلكونه؟ الو ايوه اسكندريه. طيب ده الحدق لازم يكلمني في التليفون ويقول لي على كل تحركاته. الو ايوه يا عبدو، ازيك وازاي الواد؟ وصلتوا بالسلامه؟ طب عملت ايه من ساعه ما سبتني؟ ركبت الموجري وشربت ازازتين بيره ورحت دورت الميه مرتين. يا دهمل شوية وحشتيني يا روح قلبي. يا ترى عاملة ايه من غير يا مسكينة؟ تليكي هتتجنني وانت محبوسة لوحدك في وسط اربع حيطان. لا اطمن. الله نفسك حلو قوي. بقولك ايه الدكتور مجدي هنا قاعدين معاك يسليكي شوية. اسمعي امسكي فيه بايديكي وسنانك، اوعي تخليه يمشي، اعملي له قهوه وشاي ان شاء الله يا رب يطلب محشي احشيله، المهم يقعد معاكي ويأثر عليك الوقت. الو الو ايوه يا اخي مده تانيه، اما ايه اللي تزوق بصحيح واحد والجماعه بتوعه بيكلموا بعض، خش عليهم الخط بغير يا احمد دستور ليه؟ اسع بقى. الو الو ايوه روح عبده سكر انت يا جميل. يا راجل اختشي عيب، انت عجزت على الحركات دي.
طيب طيب مع السلامة بقى. يوه مع السلامة. لما هتعرفه كويس هتحبه، أصله طيب قوي. يوه يقطعني، نسيت أقوله جيب حتة قماش لأمي. هي والدتك عايشة معاكي هنا في البيت؟ أولا أنا ما أقولش والدتي، اسمها أمي. ثانيا أنا مأجرة لها شقة لوحدها. جربت كتير تعيش معايا مفيش فايدة، كانت بتوقع بيني وبين سعابته، طمعانة فيه وعاوزة تستغله وتاخد فلوسه عمال على بطال. أخ يا ريتني كنت من غير أم، هي سبب في اللي حصل لي. ليه؟ أنا يا سيدي وعيت على نفسي في بيت من 4 أوض، بنام أنا وأمي مع راجل في أوضة منهم. فضلت على الحال ده سنين، وبقيت لعبة في ايدي اللي معاها تمنها، لغاية ما الحدق طب البيت حبني وطلب ايدي وافقت، اصله كان حنين قوي، وكمان كنت عايز اخلص من القرف اللي انا فيه، وبقالي 10 سنين متجوزاه عمري ما خنته. كل حاجة جابها لي الحدق، الفيلا والعربية والخدامين، الا الحب. الفراغ اللي انا عايشه فيه هيموتني هيجنني. عرفت بقى ليه ياما اتمنيت ما يكونش ليا ام؟ انا زهقتك بكلامي. بالعكس انا مستعد اقعد اسمعك للصبح. والنبي صحيح يعني اكلمك كل يوم؟ يا ريت. وتكلمني؟ ايوه. وتطمني عليك وتقولي رحت فين وجيت منين وشفت مين وقابلت مين؟ طبعا. وغير عليك؟ وغير عليكي يا حلاوة. بقيت احن للعيش اكتر ما بحن لبيتي اللي فيه جوزي وابني. انا خلاص يا مجدي اتعودت عليك، مش هقدر استغنى عنك ابدا. انا كمان يا مهلبيه. تعرفي لما بتوحشيني وما اقدرش اشوفك بعمل ايه؟ باجي هنا لوحدي واقعد افكر فيكي. لا الشقه دي ما تخشهاش من غيري ابدا،
تكون بتخني. انت عارف وديني هقتلك يا مجدي. حاضر يا روحي حاضر، ما تزعليش. اهلا اهلا اهلا، انت فين يا دكتور؟ ده انت بتوحشنا خالص يا راجل. اهلا اهلا بيك يا معلم. ده النبي وصى على سبع جار. معلش اصل شويه مشاغل. ازيك يا مدام؟ ان شاء الله تسلم، وحشتنا. اتفضل، الصحبه كلها في استنزارك. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اوعى له عبده عشان يقعد على شاته المعلمه. اتفضل. فينك يا دكتور؟ ده انت اخر قعده سلطانه عتاه معانا كانت تيجي من شهر. معلش اصل الحقيقه يعني. ايه؟ اوعى تكون اتجوز. اه ايوه خطبت. الف مبروك بحق جاه النبي، ده انت تستاهل سنيوره. امير وطيب وابن حلال، ده كفايه اخلاقك الحلوه يا سكره. الله يخليك يا معلم. مساء الخير يا دوك. مساء الفل يا ست الكل. ما خلاص يا واد، ربنا تاب عليا منها. حد يصدق انك تبطلي المزاج؟ دي هي المزاج كله كشك. يلا فلبية قوم احيي المجال. يلا يا ست الكل خليها تقبل لنا فل. يلا بطلتيه عشاني وانا اتعلمته عشانك. والحدق منشكح قوي كمني بطلته، ومنشكح اكتر كمنك انت اتعلمته. بس انا بغير لما بروح لكم البيت واشوف معاملته ليكي. محلبيه انا بحبك، فاهمه يعني ايه بحبك؟ يعني ما طيقش اشوفه يلمسك قدامي. يا حبيبي وحياه ابني ما خليه يقرب لي من هنا ورايح. شوف يا دكتور، احنا رجاله زي بعض. طبعا في حاجات الواحد لو سكت عليها تمس مرجليته. حاجات زي ايه تفتكر؟ ايه الشيء اللي يتعب مرجليه الراجل غير حريمه؟ قصدك على مين؟ مهلبيه. مهلبيه مالها؟ مالها يجي شهر مش طايقاني ولا عاوزاني اجي جنبها زي ما اكون جربه، مع اني وشرفك ليلاتي قبل ما انام بستحمى واخد دش وادعك سنان. ما هو اكيد في سبب. ما انا بقول لك على وجعتي عشان تريح قلبي وتقول لي على السبب. وشمعنى يعني اخترتين انا؟ اول هام انا بعتبرك اخ شيء، تاني هام انت دكتور ومتعلم ومتنور. تفتكر ايه اللي لا مؤاخذه منعها عني؟ والله مش عارف، لكن انا بقول يعني تستنى عليها شوية كمان، واذا فضلت على كده انا هبعتك لدكتور صاحبي امراض نسا يبقى يكشف عليها. ابدا، ومقام الحسين ما حد كشف عليها غيرك انت. هو انا استأمن دكتور على اهل بيتي غيرك انت؟ بس انت قول امتى
وانا اجيبها لك لحد هنا تكشف عليها وتقرر. الو الدكتور مجدي موجود من فضلك؟ ايوه يا فندم. ثانيه واحده واحده ست صوتها حلو قوي يا بختك يا عم. الو نعم اهلا اهلا وسهلا. اللي رد عليا ده عبد ربه مش كده؟ لا ده واحد صاحبي. ايه بتغير عليك من اصحابك كمان؟ ومهام النبي انت جن مصور. معادنا النهارده اوعى تنسى. طبعا ما انا هشوفك هناك. مع السلامه. ما عطلكش بقى عشان اسيبك توضب نفسك. لا يا معلم ده انت فهمت غلط. اطلع من دول يا جن 100% واحده من اياهم. لا مؤاخذه يا دكتور صاب الميكانيكي بره بيقول لسيادتك ان العربيه مش هتلحق تخلص النهارده. تحب سيادتك نقول له حاجه؟ لا معلش خليه يخلصها براحته انا هاخد تاكسي. تاكسي مين يابا؟ هو انت هتلاقي هتلاقيهم كلهم رابطين الفوطه الصفرا. عربيتي الشافورميه تحت امرك. لا معلش اصل انا مش هروح على طول. يمين ثلاثه ما حد موصلك غيري. انما لا مؤاخذه يا دكتور مجدي ولو فيها رزاله انت ما فكرتش تتجوز؟ الحقيقه لا. تعرف ابو الامجاد انا لما كنت من دورك كده كنت اشقى اهل الارض. انما بعد ما اتجوزت مهلبيه ربنا هداني. انا شايف كده برضه. بس هي السبب. ازاي بقى؟ اصل الراجل الجدع تنفيه الست كويسه. يعني مش معقول يجيني دم ملعب بديلي بره وانا عارف ان انا سايب في بيتي واحده ست محترمه صاينه عرضي ومحافظه على شرفي. فعلا عندك حق. ركك انت بس تقع في واحده ست زي مهلبيه وهي تتوبك. يا ريت يا معلم. متشكر قوي قوي يا معلم. لا العفو يا دكتور. لا شكر على واجب. مع السلامه. مع السلامه اخويا. الله يسلمك. انت مش طبيعي ليه؟ بتفكر في ايه؟ انا؟ امال انا؟ انا خايف عبد ربه يكشفنا مهلبيه. لا من ناحية دي اطمن قوي. انت عارف قد ايه هو بيثق فيا. مهلبيه انا عايزك تبقي ظريفه معاه. انسي اتفاقك معاه انه ما يلمسكيش. اصل الحكايه دي ممكن تخليه يشك في علاقتنا. كده اهو. على كل حال يا مهلبيه ده جوزك اولا واخيرا. ايوه صحيح ده انا كنت ناسيه. انا ضميري بيعذبني يا مهلبيه. يا سلام مش معنى دلوقتي بعد سنتين على غفله كده. عبد ربه جوزك. خش يا قطنان بسرعه. طبعا اتفضل اتفضل يا معلم. انا ما عنديش حد جوه. لازم بقى الوزه اللي انت موعدها فرقعتك ولا ضربتك بومبا. فعلا ما جاتش. معلش ملحوقه على ام سيرها تيجي. هي هتروح فين؟ لا تتفضل استريح. لا ما بديهاش. اصل انا لمؤاخذه رجعت تاني عشان افتكرت ان انا نسيت اديك الهديه الحلوه دي. ايه دي؟ ده حق عنبر ما تقولش لعدوك عليه. مش فاهم. حتى منه قد راس الدبوس على فنجان قهوة سادة هتخليك ضيان الضيان. هتدعيلي انت وهي. الله ايه الحركات دي بقى؟ لا ابدا ده يا لئيم فاقسك. انا حبس الوزة في القفص وتقولي ما جاتش؟ ابدا يا معلم ده انا عايز اقولك يعني يابا لا تقول ولا تعيد. انا لا شفت حاجة ولا سمعت حاجة. ثم احنا اصحاب وعلى رأي المثل الصاحب ليه على صاحبه كدبة وسلفية وشهادة زور. مدك بعافية يا فلان جايب. كيف حالك؟ سلام. شد حيلك. ان شاء الله. حتى ابص تبوس. وابقى كده. مع السلامة يا معلم.
ايه الحكاية؟ ايه اللي جابه ده؟ طب يلا هات شربك وتعالى نخش جوه. معلش يا فندمية، لازم انزل دلوقتي، عندي شغل مهم في العيادة بعد الظهر. الو؟ لا يا فندم، الدكتور ما جاش، هو قال انه مش جاي بعد الظهر النهارده. ازاي؟ هو قال ان عنده شغل مهم في العياده بعد الظهر. طيب اسمع يا منيل، انت اذا رجع واتصل بيك خليه يكلمني ضروري في البيت. اما النهارده حصل حته دين فصل، انما يموت من الضحك. خير؟ الدكتور مجدي. الدكتور مجدي ماله؟ مش طلع ان عنده جرثوميره؟ ها؟ او ربنا كده. الواد ده جن قوي، تصوري واحدة طالعة وواحدة نازلة، واحدة طالعة وواحدة نازلة. ايش عرفك؟ الله، ما انا بروح له فيها وهو قال لي على كل حاجة، مش احنا خلاص بين اصحاب؟ الله الله، بحضرتك سايبني في البيت طول النهار زي الطوبة وداير لي على حل شعرك. افهميني بس، انا مش هفهم حاجة، الدكتور ده ما تشوفوش غير في البيت هنا وبس، ما تروحلوش ابدا احسن هيكسر اخلاقك. بتغيري عليا مهلبية؟ امال يعني حغير على مين؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. عبدو يا ساتر استر يا رب، اللهم اجعله خير. الو؟ لا يا ست هاني مش موجود، هو ما رجعش من ساعه ما نزل الصبح، والله مش عارف. مع السلامه. هي برضه الست الميصيه اللي بتكلمه كل يوم؟ حرام عليك يا نفيسه، مجدي دلوقتي مش ملكينا، ده بقى ملك الناس. طيب ما احنا كنا بنربي للناس. مهلبيه؟ مالك؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ ابعد عني يا سافل، هي فين؟ هي مين؟ المهمش اللي معاك هنا. محدش معايا يا مهلبيه. لا يا شيخ، والنبي ايه؟ انا شايفاها بعيني، شايفاها بعيني. عليا انا الكلام ده؟ انا قلبي حاسس انك بتخوني، انت بقالك مده بتغير. مهلبيه انا هفهمك. وكنت تشرب معاها ويسكي؟ مهلبيه مهلبيه عقلي، بلاش فضايح الناس. صحيت انت بتقول اعقل؟ انت بتقول اعقل بعد ما خطفت حياتي؟ مهلبيه مهلبيه ما تسيبنيش. قالي يا رب يا رب يا رب. مهلبيه حياتك عندي انا جيت لوحدي، ومن ساعه ما سبتك وانا بفكر فيك. انا عارفه انت بتفكر فيا. ما تسيبنيش ما تسيبنيش، ربنا يخليك ما تسيبنيش. لو سبتني هضيع يا مجدي، هضيع عشان انساك يا حبيبي. لازم اعرف راجل تاني وتالت، ربنا يخليك ما تسيبنيش. مهلبيه مهلبيه افهميني، عبد ربه في الاول ما كانش صاحبي، دلوقتي بقى صاحبي وانا بتعذب. يعني انا اللي ما بتعذبش؟ انا اللي عايشه مع راجل وبحب راجل تاني. انا مستعده اتطلق من عبد رب واعيش معاك من غير جواز.
الدكتور مجدي موجود من فضلك؟ ايوه، كشف الاستشارة. لا، لو سمحت تقول له سميرة عزت زميلتك. ثانية واحدة يا فندم، اديله خبر. اتفضلي يا ستان. اهلا اهلا يا سميرة. ازيك يا مجدي. ازيك انت؟ ايه الشياكة دي كلها؟ فينك من زمان؟ في الدنيا. مالك يا سميرة؟ تايهة يا مجدي. ليه؟ بعد كل التعب ده بصيت لقيت نفسي لوحدي. ازاي؟ والدكتور فكري فين؟ فكري فصلوه من الجامعة لأنه كان بيستغل نفوذه. للأسف. بعدها بقى عصبي بطريقة فظيعة. اتطلقنا وباع الفيلا وكل ما يملك وهاجر وساب البلد. ماما ومفيدة زيهم. ماما ماتت ومفيدة اتجوزت وسافرت الصعيد وأنا بس اللي فاضلة لوحدي. فاكر الكلام اللي كان بيتقال على فكري أيام مراته الأولانية؟ ايوه فاكر. طلع مش اشاعة ولا حاجة، كنا ظالمينها معاه. امال كنت عايشة معاه ازاي المدة دي كلها؟ امال كنت اجيب ده كله منين؟ الدنيا كده يا مجدي، ساعات الظروف بتخلي الواحد يعمل حاجات غلط عشان يحقق اللي هو عايزه. للأسف كل الاحلام اللي جريت وراها طلعت اوهام. يا ريتني سمعت كلام قلبي. تصور بعد العز اللي كنت فيه الاقي نفسي ساكنه في اوضه في بنسيون. انا خلاص انتهيت. ليه بتقولي كده يا سميره؟ انت كنتي مسؤوله عن عيله بحالها ولا كانش همك؟ عارفه الغلطه الوحيده اللي غلطتيها ايه؟ ايه؟ انك لما اتجوزتي سبت الشغل. ليه ما ترجعيش تشتغلي تاني؟ اشتغل ايه؟ انا خلاص نسيت الطب. متهيألك. اسمعي، المستوصف اللي كنت شريك فيه مع جماعه من دفعتنا، انا اعرف انهم محتاجين لتخصصك وهيفرحوا بيكي قوي. ايه رايك؟ وفي حاجه كمان، انا عندي شقه صغيره مش عايزها، خدي مفتاحها واقعدي فيها، ممكن تريحك اكتر من البنسيون. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا مجدي. العفو يا سميره، بس بقولك ايه، ابقي غيري كلون الباب، اصلي ساعات كنت بدي المفتاح لجماعه اصحابي. قدامك فرحه ولمة. والنبي يا امه بعد نقطه واحده. ايوه ابقي شوفي كده. يا رب. يا اخويا هو ده وقته؟ ما تاكلي يا حمادي، اصبطي لي كوخه ولا مش عايزه. شاهده بقى. الله وحشاني وحشاني يا سفينه. قوي قوي قوي. ايه ايه؟ لا ايه ده؟ كده برضو يما تخربي بيتي يما. يو هو انا كنت عارفه ان في اخباريه؟ بقى تجري في الحشيش وتخبي في بيتي كمان. يو ما انتوا كل ليله عاملين لكم قعده ومهرجان والريحه بتعبق الشارع كله. ما نشربوا ياما، ما بنتاجرش فيه. يا اختي الريحه دي هي اللي جابت لكم الكافيه. وعبد ربه ذنبه ايه؟ طول عمرك طمعانه فيه وعايزه تستغليه. انت فاكره انا كنت ايه؟ وعبد ربه خلاني بقيت ايه؟ اسمع ما اقول لك، عبد ربه لازم يطلع براءه. Thank you.
مش دي برضو شقة الدكتور مجدي؟ كانت شقته، انا خدتها منه. يعني هو مش موجود؟ لا طبعا مش موجود. حضرتك عايزاه في حاجة؟ لا معلش، هو مش هيجيلك تاني؟ يجي يعمل ايه؟ بقولك خلاص انا خدت الشقة، يعني بقت بتاعتي. اسف. تسمحي المفتاح اللي معاكي ده بتاع الشقة؟ لا ابدا ابدا. انت كنت بتجيله هنا كتير؟ عن اذنك. ابقي غيري كلون الباب، اصلي ساعات كنت بدي المفتاح لجماعة اصحابي. مهلبية؟ في ايه؟ ايه اللي نزلك دلوقتي؟ ما تلمسنيش، مهلبية ما يلمسهاش غير الرجالة. الله، جرى ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بقول لك حقيقتك اللي انت عارفها كويس، تقدر تقولي سبت الشقة ليه؟ عرفت تهرب مني؟ مهلبية مش كده، احنا في الشارع. يلا تعالي تعالي بس سيبني بقى عصبية. تعالي هنتفاهم. هتفهمني على ايه؟ كفاية اللي جرالي منك. ما تبقيش عصبية كده يا مهلبية. عايز مني ايه؟ تعالي بس. عايز مني تعالي عشان نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ هتقولي عدرك وصاحبك؟ ما انت بقالك سنتين بتعرفني، اشمعنى دلوقتي ضميرك صحي على الغفلة؟ مش كده يا مهلبية، ده انا بحبك. بحبك؟ انت بتحب نفسك وبس. اتضربه في السجن لكن ارجل منك، وجه دوري عشان اقف جنبه واردله جميله عليا، الجميل اللي كنتوا مع واحد ما يستاهلوش. هتسكتي ولا سيبك وامشي؟ كمان خسارة فيك كل دي، ادي تلك من عمري. يا واسخ يا حقير.